بدل ما التاجر يديلك فاتورة ورقية ممكن يبعتها لك على الموبايل. دي فكرة ريسيتي، مشروع شباب عمرهم ما عداش 25 سنة. يا ترى مجرد فكرة حالمة ولا ممكن ياخدوا فرصة؟ ملايين من الريسيتات بتترمي كل يوم، وثانياً العميل بيخش ياخد الريسيت ما يبصش على الأوفر اللي تحت أو الفيدباك فورم وبيرميه. في نفس الوقت بيج براند زي زارا ابتدت تدي إيه ريسيتس، بس ده عمل مشكلتين. أولاً إن أذر فندرز إن هم يعملوا سيستم زي ده هيدفعوا مبالغ كبيرة، وإحنا كأند يوزر عشان ناخد الريسيتات من الأماكن دي بنضطر ننزل أبليكيشنز مختلفة. عشان كده احنا عملنا رسيتي. رسيتي هي منصه بتساعد البائعين على ارسال ايصالات الكترونيه تفاعليه وتسمح للمستخدمين استلامها والاستفاده منها. في نفس الوقت احنا مش محتاج اي مستخدم انه ينزل اي ابلكيشن. العميل بيجي بيدي رقم تليفونه، بيجي له تاكس مسج، بيفتح اللينك يوم فاتح له الويب رسيت. برضه في للمستخدم النهائي احنا بندي له اول ترانزاكشنز ان وان بليس. احنا لونشت بقى لنا 3 اسابيع. شريف انا عندي مشكله في موضوع الريسيتس ده، وكل الشركات اللي اشتغلت معايا بالاي ريسيت بصراحه كانت بتنقذني في مواقف كتير جدا. وعندي نفس المشكله، انا بنزل ابلكيشنز كتير فعلا، فانا واحد من الناس اللي بتعاني من وبدعمك وشايف ان انت عندك مستقبل وادي لك فرصه. وما شفتش اي حاجه عن ارقامك ولا عارف انت بايع بكام ولا حد بيبقى انت بالك 3 اسابيع بس متوقع لك، لان دي ده احتياج في السوق. منتج عليه الجوده جدا بالنسبه لي، ديت فيتشر مش برودكت، وبالرغم انها فيتشر وانا ما بحبش الفيتشرز عاده، انما بشوفش انها بتبقى باينه بزنس، بس مبسوط بيك وحاسس انك فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه، وحابب اشوفك بتقدم حاجات اكتر، خاصه ان ديت مشكله عندنا كمان فرصه. وانا اهو معاك، يلا مبروك. هات لنا وصل بقى بالفيديو، هات لنا وصل بالفرص دي كلها. كان نفسي اوريكم فيديو بس مش لا مش محتاجين بس ولا ابعته لك انا من عيني.